ما هو الدليل على جواز اتخاذ القبور في المساجد وعند بيوت الله؟ هذه بعض الأدلة الروائية والتاريخية. أولاً، عن أبي عبد الله عليه السلام: ما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها. الكليني الكافي. الرواية تدل على أن علة محبة الله للعبادة في تلك المساجد هي لاتخاذها على قبور الأنبياء. ثانياً، الحجر أو الحطيم قرب الكعبة هو قبر نبي الله إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام، فلو كان البناء على القبور محرماً فكيف يفعله نبي من أنبياء الله وهو إسماعيل عليه السلام؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر. الشيخ الكليني الكافي، الجزء الرابع، صفحة 210. ثالثا، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وأن الله عز وجل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها. رابعاً، قد جاء في آداب وكيفية زيارة مراقد أهل البيت عليهم السلام ذكر بناء المراقد وأبوابها وأجزائها وآداب التعامل معها، وهذا يدل على أنها كانت مشيدة ومبنية، وحاش الأئمة المعصومين أن يبجلوا ويحترموا بناء شركيا أو مبغوضا لله سبحانه. لمعرفة المزيد الرجاء الرجوع لصفحة الشيخ الدكتور ناظم العقيلي على الفيسبوك.